ما زلنا مع الوصلات الغنائية. نحب أيوب لأنه وحد خارطة البلاد في أغانيه قبل إعلان الوحدة اليمنية بسنين عديدة، فجمع فيها كل لهجات البلاد التهامية والتعزية والصنعانية، ولون حياة اليمنيين بكل ألوان الفن من اللون الحضرمي إلى اللون الصنعاني مروراً باللون اللحجي والعدني. فتعانقت داخل أغانيه قمم جبل سامع بسفوح شمسان، وتصافحت صهاريج عدن مع مآذن صنعاء القديمة، وتراقصت سواقي وادي الضباب في تعز مع حقول البن في حراز، فغسل أسماعنا بصوته الرنان كقطرات المطر من شوائب الأيام العالقة في قلوبنا. ومع أجواء الغناء تعالوا الآن لنستمع ونستمتع بوصلة غنائية أخرى بأغنيتين، الأولى بعنوان ارجع لحولك والثانية يا ريت من الشباب، والثانية دمت يا سبتمبر. تفضل. يا ريت من الشباب، يعني الأغنية اللي كلنا نعرفها كلنا نغني مع بعض، أوكي؟ إحنا كلنا هنا يعني بحضرة الهامة الكبيرة يعني الأستاذ أيوب، يعني فإحنا إن شاء الله كلنا مع بعض نكون معه، أوكي؟ يعطيكم العافية يا شباب كلهم. في غيبة كبير
وَدَرَّ بِعْمَالُ مَنْ لُو سِوَاكَ